يا سلام على عيشة الحرية وبقيت في الجنة لوحدي. أخيراً أخيراً بقيت لوحدي لأول مرة من 13 سنة. أخيراً محدش هيقول لي اقلع الجزمة بره، أنا لسه منظفة. قال لسه منظفة، قال وهي أخيرها تنظف جيبي بس كل شهر. حافظوا على نظافة البيت يا أولاد. هي فين نظافة البيت دي اللي هنحافظ عليها؟ ما البيت طول عمره زريبة. أنا طالع عيني في الشغل ونظافة البيت من الصبح، النهاردة هناكل أي حاجة. ما احنا كل يوم بناكل أي حاجة. مش عارف كانت بتودي مصروف البيت فين دي. ده أنا ربنا نجاني. شريف ده عايز ايه دلوقتي ده؟ الو علولي، هاو ار يو مان؟ اهلا يا شريف. اهلا يا حبيبي. انت فينك يا علو؟ محدش شافك يعني من يوم الماتش، كنا عايزين نحتفل سوا. من يوم الماتش؟ هو انت ما تعرفش حصل ايه بعد الماتش؟ لا عرفت، ما انا عشان كده بتصل اطمن عليك. بقول لك ايه، ما تيجي تقعد معايا بدل ما انت قاعد فوق لوحدك وانا قاعد هنا لوحدي، وانت عارف ان مانالوتا سابتني، فبدل ما انت قاعد لوحدك وانا قاعد لوحدي ما تيجي تقعد معايا، عشان انا ما بحبش اقعد لوحدي. يخرب بيت رغي اهلك. لا انا عايز اقعد لوحدي. إيه طب علوة، بقول لك ايه، انت هتتعشى ايه؟ هتعشى سمكه سنجاري ورز صياديه. ويت، مش رز الصياديه ده اللي هو بيبقى في بصل وبيتحط عليه لون احمر؟ رد كده يعني؟ تقريبا. ليه؟ طب اصلا انا قلت نحط عشاي على عشاك، وبدل ما انت تتعشى فوق لوحدك وانا اتعشى هنا لوحدي، وانت عارف ان منال سابتني، فبدل ما تتعشى لوحدك وانا اتعشى لوحدي، وانت عارف ان انا ما بحبش اتعشى لوحدي. وانت هتتعشى ايه؟ فول حراتي فانتاستيك. لا مرسي، انا هنام خفيف. جاتك القرف؟ فول حراتي وانا ناقصك؟ يا حبيبتي انت طول عمرك قويه. لا يا انجي، انا مش عاجبني اللي انت فيه ده خالص. معلش يا كاميليا، معلش، العيال مجننني. فين الشاي يا مي؟ خلاص يا مامي بعمله اهو جايه. يا حبيبتي انت العيال طول عمرك مجننينك، بس بالطريقه دي عمري ما شفتك مجنونه كده. اهدي شويه بقى. مش بقى اعمل ايه، تعبانه. مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ افتحي الباب يا مي. ما تخلي سولي هو اللي يفتح، ما انا بعمل الشاي. سيبي اللي في ايدك وروحي افتحي الباب وبعدين ارجعي كملي. اه يا قلبي مش كده ابدا يا انجي. تعبت تعبت. شاي اهو. مفيش غيري في البيت ده ولا ايه؟ يا قليلة الادب ما ترديش عليا، عشان انا ممكن اسيب لكم البيت وهج. ما خلاص بقى، خلاص بقى تعبتي يا عصابي. ساعة واقف على الباب. ايه ده شعبان؟ اهلا يا شعبان، خير؟ ايه ده؟ ايه ده يا شعبان؟ استاذ شعبان امشي انجرن، ده ستك. ستي انا؟ ستي انا انجي. انجي ايه يا ست انجي؟ مالك؟ الف سلام عليك. انت إيه، عندك صداع ولا ايه؟ ايوه معلش شويه صداع. الف سلام عليك. الله يسلمك. خير يا شعبان؟ ايه الحاجات دي كلها؟ لا دي شويه تموين كده لزوم المعيشه يعني، عشان تشهيص انت والعيال. انا ما طلبتش اتشهص، قصدي انا ما طلبتش حاجه. وانا هستناكي لما تطلبي. انا خلاص دلوقتي عندي مخ وبفهم، وبعدين انتي من غير راجل وانا كلي مفهوميه يعني، وجار للجار. كتر خيرك، بس انا مش عايزه حاجه. وانا هستناكي لما تطلبي. ده انا كلي نظر. مفيش اتفضل. وانت ما جبتش كوكا ليه؟ تصدق يا شعبان انت لا عندك لا دم ولا نظر، واتفضل شيل الحاجات دي واطلع من غير ما ترد. يو يا ست انجي، انتي طبعك حامي عليا كده ليه؟ واحده واحده، الكلام اخده وعطى. انت ما جبتش كوكا ليه يا ست كاكا؟ استني بقى دلوقتي، ما انت شايفه شعبان، شايف الباب اللي وراك ده؟ ايه اللي شايفه ده؟ انا اللي مركبه. صح، انت اللي مركبه. ما تخبطش عليه تاني. هتديني المفتاح افتح على طول؟ اطلاقا لا ابدا. اعتبر البيت ده مهجور. مهجور؟ اه. مهجور يبقى نأجره. شعبان انت بتقلش يا شعبان، صح؟ شعبان اؤمريني لما حاجتك دي ونجر من هنا السعادي. انت طبعك حامي كده ليه؟ كلام اخده وعطى يا ست انجي. لا يا سيدي مش عايزه حد يبقشش عليا. يبقشش ايه بس؟ يبقشش ايه يا انجي؟ ده ما كانش كاكا. استني، كاكة ايه؟ برهم اسود عليكي. ابقشش ده انت لو طلبتي لبن العصفور اجيبهولك ونعمل بيه رز معمر وناكله سوا 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 سوا. لا يا
شعبان لسه هتجيب لبن العصفور وتعمله رز معمر، جيب لها كاكا احسن. لا كاكا صعبه قوي بصراحه، وبعدين كل ده يعني محبه. اشمعنى اشمعنى يا شعبان؟ بقولك محبه، ارفعي دي عشان تسمعيني محبه. طب انا هقولك على حاجه حلوه قوي، ايه رايك اصبغ لك شعري احمر زي كابتن ابراهيم سعيد؟ ها بلاش، ايه رايك ادهن لك جسمي كله ابقى برتقاني زي تامر هجرس؟ بلاش، ايه رايك بقى اطول لك شعري واربطه لك كده بونيتيل زي الفنان امير كراره؟ لا انا عندي فكره احلى يا شعبان. اموريني يا ست الستات. انا ممكن اعمل لك اهيبه حبيبتك واقعد عليك افطسك لحد ما تبقى شبه الكاكا. اهيبه؟ اه استاذن انا الظاهر جيت فاتي مش مناسب. سلام عليك. سلم لي على اهيبه. سلام على ابو شكلك. كاميليا كاميليا مالك في ايه؟ هو في رجالة كده؟ في رجالة كده يدخل عليكي ما يجيبش حتى كاكا؟